وين كنتي؟ شو صاير لحتى صرعتني؟ كل الوقت رن رن رن. زينب، بعرف ما كنتي بالمعهد، لا تكذبي علي. وين رحتي؟ لك مين مفكر حالك؟ شو لا تكون عم تحاسبني؟ لا ما عم حاسبك، خليكي عم تكذبي اختي. اساسا هي عائلة كذابين، بس ديري بالك من شان ما ينكشفوا كذباتك. كمان انتي بينكسروا عظامك وما بتعرفي وين بتصفي. لك شو هالحكي هاد؟ من كل عقلك يا مجنون؟ شو صاير له عمر؟ جاي عم بيقول لي يا كذابة ومدري شو. عادي حبيبتي لنحكي. ليلة مبارح أبوك عامل له قتلة مرتبة لابن عمك قلب أصلان. والسبب؟ يا زينب، قال ابن عمك قلب أصلان مانو ابن عمك يلي بتعرفيه بالعادة، عم يشتغل مع الدولة. شو هالحكي هاد خالتي؟ حبيبتي، طلع أخوة لهاندان بيكون رئيس الاستخبارات بالدولة. خاله يعني؟ أيوة بالضبط. وهو مخبي هالشي عنا؟ هاد أسوأ شي بالقصة. شو بصير بالصهر هلا؟ الست هاندان هددت كل العيلة وخضر هددها، يلي بقصده إنه شلون رح تستمر العيلة بهي العداوات كلياتها. لا مستحيل خضر إنه يعادي الدولة. أخي خضر مستحيل إنه يعادي الدولة، بس هالمرة إذا ما بيحل القصة وقت الدولة بذاتها رح تعاديه وتحاسبه. الله يسترنا آخرتها.